موتر كان كروزر، الحين صار قبر. قدر الله وصار عليه حادث، لكن للأسف مو برابط الحزام وصار الحين معاق. قال موتر جديد وفيه إيرباقات وأنظمة سلامة، لكنه في النهاية نسى أنه موتر ما هو بطيارة. هذا واحد كان مع أهله وقالوا له هلا خف عن السرعة، قال لهم أعرف أسوق، شوفوا اللي سوق إيش صار عليه. هذا قال بركب رنج تجاري أرز الموتر ويغادي الموتر أخاف للمسابق، شوف الرنج التجاري إيش سوى فيه. هذا سواق ملتزم بالسرعة القانونية، لكن للأسف جاء واحد متسابق ودعمه، شو ذنبه المسكين الحين؟ مرحبا بكم مشاهدينا في برنامج مواتر. متعودين في هالبرنامج تشوفون مواتر جديدة وقديمة وعلومها وين تروح وين تجي. في هالحلقة للأسف بتشوفون مواتر مكنسلة، مواتر كانت صاحية تروح وتجي، لكن بممارسة أهلها تحولت لمقابر متحركة. كم واحد فيكم فقد أقرب الناس عنده؟ فقد أبوه، فقد أخوه، وفقد ربعه كذلك. أنا مقدمكم فقدت أبوي في حادث سيارة، وفقدت وايد من ربعي، آخر واحد منهم كان العام. في سنة 2012 الإحصائيات تقول إن في شهر 2 تسجلت 14 حالة وفاة جابت من وراها أرامل وأيتام، وما في بيت قطري ما عانى أو فقد غالي من وراها الحوادث. إحنا في برنامج مواتر واجبنا نشارك في التوعية عشان نحافظ على سلامة أهلنا وربعنا، فخلوكم معانا نتابع مع أخصائيين ونتعرف أكثر على مخاطر المواتر. مشاهدينا أنا الحين في الفحص الفني. الفحص الفني هذا انشأته الدولة في سنة 2003 ليتأكد من أن جميع المواتر اللي تمشي في الشارع مستوفية الأمور الأمن والسلامة. معاي أخوي الكبير النقيب سالم فهد غراب المري، مساعد ضابط الفحص الفني بالصناعية. أخوي فهد كيف الحال؟ الله يرضى عليك سلمي، كيف حالك؟ الله يسلمك. طويل العمر، كيف يعني توجهات الفحص الفني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية توجهات الفحص الفني مراقبة جميع السيارات والتأكد من استيفائها لشروط الأمن والسلامة، اللي طبعا هذا يعتبر شرط أساسي لتسجيل المركبة وتجديد ترخيصها السنوي. بمعنى أن أي سيارة لوحظ عليها ملاحظة معينة أو فيها قصور من إجراءات الأمن والسلامة ما تجتاز الفحص، وهذا ما يعني ما يسمح بترخيصها أو تسجيلها حسب قانون المرور الموجود في البلد. ابو فهد، شو اللي يعني السياره تمر فيه اثناء مرحله الفحص الفني؟ شو اللي يشوفه الفحص الفني ويشيك عليك؟ طبعا الخطوات اللي يمر فيها الفحص الفني مثل ما انتم شايفين خلفي يتقسم الى مجموعه اجزاء. في البدايه تفحص الاجزاء الخارجيه من السياره، الاشياء اللي ممكن يعني يتم ملاحظتها نظريا، صبغ السياره، الانوار، هيكل السياره الخارجي. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية تفحص فرامل السيارة وميزانية السيارة. والمرحلة الثالثة اللي تعتبر المرحلة الأخيرة اللي يفحص أسفل السيارة للتأكد من جميع القطع الموجودة أسفل السيارة أن قطع صحيحة غير عطلانة، قطع يعني تؤدي الغرض اللي مخصصة عشان. بعض الشباب او يعني اللي يجون الفحص الفني يجددون الاستماره يقول لك الفحص يعني واجد مشدد. لا لا لا، بالعكس بالعكس، الفحص ابدا مش مشدد. زين ابو فهد، عندك مثلا ربعنا هلا المقناص، تعرف انت مواترهم مرفعه
دوائرهم غير دوائر الوكالة، فهل تراعونهم في شوف هالأمور؟ شوف في أمور طبعاً اشتراطات اللي احنا نتكلم عنها اللي هي التنزيل أو الترفيع في مستوى معين، إذا تخالفت السيارة مع اشتراطات الأمن والسلامة ما تجتاز فحص فني. في أمور بسيطة يعني ما راح تحصل مشاكل وما راح يراقب عليها أو يشدد عليها أمور الفحص الفني. زين أبو فهد، شو المشاكل اللي تمر عليكم أنتم كإدارة؟ يعني مثلاً بريك ضعيف، يقول لك يا أخي مشني سيارتي، أنا أتحمل مسؤولية سيارتي. لا، تحمل مسؤولية نفسك. نعم، يعني نفسك غالية عليك وغالية علينا وغالية على الجميع، وبعد أنت ما قاعد تمشي الشارع لحالك، أنت تمشي الشارع معك ناس، أنت تشكل خطورة على نفسك، خطورة على مستخدم الطريق. بالمعنى أن الفحص الفني ما يطلب اللي هو يحتاجه، هو يشوف السيارة ايش تحتاج. نعم، بعض الناس يقول الفحص وش يطلب؟ الفحص ما يطلب حاجة، الفحص يطلب أن السيارة مستوفية لشروط الأمن والسلامة. أنت تشوف سيارتك ايش محتاجة، فيفترض من مالك السيارة أنه يكون مستمر على صيانة السيارة وعارف سيارته ايش فيها من أخطاء. مشكور أبو فهد، يعطيك العافية. مشاهدينا، أبو فهد قال لكم وشرح لكم وظيفة الفحص الفني. الفحص الفني مش ضدكم يا شباب أو مستخدمين الطريق، الفحص الفني لمصلحتكم لتأمين سلامتكم، سلامة سيارتكم وسلامة الناس اللي حولكم. مشاهدينا، من الإحصائيات أن التنزيل أو البريكات سبب من أسباب الحوادث اللي تصير في الشوارع. أنا جيت عند محل تعرفونه اللي هو محل بروسلي، وجاي عند الحاج أبو أحمد الإيراني اللي تعرفونه، بسأله عن هالأمور وكيف أنها مع الوقت تسبب في الحوادث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حالك يا حجي؟ يا مرحبا. طيب، كيف حالك يبا؟ الله يسلمك. شلون الشغل؟ الحمد لله ماشي الحال. الله يخليك. تمام حجي حبيب. التنزيلة، أيوة، تخرب لي الرابلات ولا الجنبينات أو الطي نفسه؟ بكسر كل شيء أمامي السيارة، كله بكسر. إيه ليه تكسر؟ شو بيصير يعني؟ شلون بتكون سواقة الموتر؟ سواقة بعد مو بوكي، يلعب موتر، يهز موتر أمامي ما يمشي أوكي. حجي، أنت تركب صفايف عدل؟ بالي. يجونك ناس يقول لك والله ركب لي هالصفايف، تعرف أنها تجارية؟ صفايف ولا تجاري ما بنفع، صار رخيص، لكن حق الزباين حق الناس لا، هو بيخسر. شو الفرق يعني؟ فرق كثير، بياكل درام، درام بيلي يخرب. يخرب الدرام التجاري؟ يخرب درام، ايوه، وبعد ما يمسك بريك اوكي. زين. حتى يروح في الماي يطلع صوت. يعني شو الفرق بينهم او شلون اعرف هاي؟ تقدر تراويني شو؟ لا تفضل حبيبي. شوف حتى من كل شيء يبين. اشوف الاصلي؟ هاي صفايف اصليه. هاي كيف يختلف؟ هاي يخش في الماي يطلع صوت. هذا بيصير هار، بياكل درام. يحتر بسرعه ويخرب. ايه على طول يعني ما تمشي. هذا كم يكلف وهذا كم يكلف؟ هاي يكلف 160-170، هاي يكلف كم؟ 40 ريال او 35. يعني ادفع زياده ولا اخرب موتري اكثر؟ اكثر خسارات في هذا. زين، خسر اكثر. تكلمنا عن التنزيله. تنزيل الحين سيارة. جاك ايه جاك هاي. واحد من الشباب يبي ينزل. ماله، انا الحين جيتك بنزل. ماله، الطيات هذه شلون، شو تسوون فيها؟ عشان انا اسمع قص واسمع بالحراره. بالقص شلون؟ اقول لك قص احسن من حراره. بعد حراره بعد ما بنفع، ضغط حراره بيعطيها قلطيات على طول ينكسر. زين. بس ولكن قص بالحراره. شباب يبي حراره، بيجي هنا انا يعلموها حراره ما بنفع. يعني هذا الحين طي وكوله؟ هاي تي جاباني، ايوه، هاي تي جاباني اصلي. وبعدين هذا الشخص يبي قص. من وين بيقص؟ بيقص هذا الملمكس، هاي مكسوس مثلا، بيقص من هنا كم لفة يبي، واحد اثنين ثلاثة لفة يبي بيقصه. هاي خلفي، هاي تي خلفي مثلا، هاي مكسوس فيه ثلاثة لفة مكسوس، هذاك أمامي. حجي تومر حبيبي، أبى أنزل الموتر إن شاء الله. أبى تشوف هالتنزيل اللي مستانسين عليها الشباب، يعني شلون غيرنا شكل الموتر حلو، أبى أشوف شلون في السواقة.
زين ان شاء الله. نزل لي الموتر امامي وخلفي. بشوف امامي لان اكثر الشباب ينزلون من قدام. اوكي يلا يقول لك حق الزينه ان شاء الله. حجي الموتر كم كانت ترفيعة الوكالة؟ ترفيع الوكالة بيجي 34 أو 35. الحين صار كم؟ الحين صار تنزيله حلو تمام؟ تمام 25. 25؟ بعد 25 يعني 10 سم 10 سم الحين نازل. جاهز الموتر الحين ها؟ الحين تمام اوكي. أنا بجرب تنزيله. اوكي. اللي يحبونها الشباب برد لك خبر إن شاء الله. اوكي إن شاء الله. السلام عليكم. مع السلامة الشيخ، أهلا وسهلا. شباب انا نزلت الموتر مثل ما قلت الموتر يرز فعلا رز الموتر لكن الموتر لخلخني واحس انه بيخترب مع الوقت وسواقته تغيرت عن الاول قمت احاسب على دنات الدون ان جيت عند حفره لازم اخف وان جيت عند مطبه لازم اوقف بعدين اعديها الموتر غدا وعر بشكل يعني ما يستاهل انك تدفع عشان تنزله عشان رزه الموتر هذا مع الوقت مع بريكات مع لفات الموتر يروح سيده مع هذه التنزيله بتقولون عبد العزيز انت موترك عليه مياجر المفروض تركب بالون عشان يغدي احسن بقول لكم لا الغلط بعد في البالون التاير البالون طويل وانت منزل الموتر بيحك في الرفرف من داخل ولو كسرت له بيحك على جنب يعني تايرك اصلا بتخربه هذه التنزيله عن موضوع التنزيله والتواير البالون بالضبط يعني بنروح لمحلات التواير بعد شوي لكني جيت عند جراج تزويد نبي نعرف علوم هالقطر مع التزويد فخلوكم وياي مشاهدينا لعلمكم سيارات تجي من المصنع لها استخدام معين وأنظمة معينة إذا استخدمتوها في المكان الغلط وبشكل غلط بتأثر على حياتكم بتسبب لكم حوادث وتضركم شخصيا للأسف بعض الشباب يحبون يعني التزويد لكنهم يزودون المكاين حفة كامات كمبيوتر تيربو ويهملون الأمور الثانية من تواير من بدي من داخل الموتر أنا الحين في جراج تزويد معاي الأخو أبوك مدير الجراج كيف حالك أخو الله يحفظك إحنا نعرف الجراجات اللي في قطر ممنوعة يعني إنها تزود أو حتى إن جراج مال تزويد ممنوع أصلا يستوي أنتوا كيف تزودون نحن جراج مش تزويد طول عنا نحن جراج بنعدل للسيارات مثل الألمانية والأوروبية والأمريكانية لليميت معين ولعالم معينين مثل شباب بيجوا لعنا بدهم يزودوا بنزود لهم إذا عندهم هن استمارة مذكور على استمارة السيارة هاي مش للشارع هي على طار الشباب من يعني الشباب اللي يجونكم او من يعني الاعمار اللي تجيكم بالضبط في اعمار بيجونا 18 17 19 بقول لك بدي ركب تيرو على طول على طول والسياره ما تتحمل لا البريك تبع ولا الميزانيه تبع تتحمل ولا الشاس تبع تتحمل للسرعه اللي الشباب عم بيروحوا فيها بيروحوا بيركبوا دوليب تعبيني نفس وش مش فاهم يا اخي نفس البالون او اللي نستعمله البالون هو بنفسه يعني خطر في الشارع لكن مع التزويد ايش اللي بالضبط يصير يعني اذا تشرح لنا الموضوع اخي على سرعه 100 وطلوع دولاب البالون ما بيعود نسبه الا 10% مسك على الارض واقل من 10% القرف هذا من تحت نعم بيصير نفس البيضه ايه شو الغلط اللي صاير؟ الغلط اللي عم بيصير عم بيزودوا السيارات للحلبة عم بيسوقوا على الطريق ما عم بفكر بسلامته من جوة من داخل السيارة مثل الرول كيج مشان يقدر يحمي حاله بيسوقوا عنا الشباب بدون سيت بيلت بدون حزام هذا اللي أدنى شيء في السيارة ما يستعملوا وتلاقيه سايق سرعة 250 و300
وبيزعل منك اذا بتقول له سيارتك ما بتروح اكثر من هيك. بقول لك انت ما بتعرف تشتغل. دوليبه ناشف، معبى فيه 50 بي اس اي، مستعمل دوليب البالون. طنش. طنش يعني بيسوق بسرعه قلب حجر. يعني لا بيفكر لا باهله، لا بامه، لا باخته، لا باولاده اذا عنده اولاد. بس صار في شيء هم اللي يبكون عقب. مشكور يا وفك على نصايحك و... واي شيء نحن حاضرين. الله يرحم والديك. الله يحفظك. بنجيك ان شاء الله نزود تزويد مصرحين. عيش للي يحبونك. إن ما عشت لنفسك عيش لأمك لأبوك لمرتك ولعيالك. هذا الشعار خذته إدارة المرور لتوعية الجمهور والسواقين. أنا الحين معاي أخوي الكبير عادل حسين عبد الله الملازم في قسم التوعية المرورية. صباحك الله بالخير أخوي. صباحك النور العافية. شلونك؟ الله يسلمك. وش أسباب الحوادث في دولة قطر؟ حسب احصائياتكم وتحقيقكم في الحوادث اللي يصير الله يسلمك ان الشخص اللي هو مستجد في العياده ما عنده الوعي الكافي اللي موجود للناس اللي لهم سنين يسوقون. يلقى مثلا في بعض الامور اللي يشوفها ممكن عن طريق افلام او عن طريق مثلا حتى السباقات او شيء معين، ويحاول انه هو يطبق هذا الشيء في ارض الواقع على الشارع بين السيارات العاديه. فهذا من الاشياء، السرعات اللي هي مثلا يدخل فيها لفه، يدخل فيها دوار، يدخل فيها مكان، فهو يجي مثلا تلقاه يبغي يبرز قدام اصدقائه او هذه ويختار المكان الخطا. احنا ننقل وجهات نظر مختلفة. يقول لك يعني الشباب عندهم احتجاج على منع تاير البالون، ليش انتم كإدارة مرور ومع بالتعاون مع هيئة المقاييس منعتوا هالتاير؟ والله شوف بقول لك، انا خليني اتكلم لك مواقع خبرة في الموضوع هذا. الإطار هو يعني خلينا نقول حلقة الوصل بين السيارة والأسفلت والشارع. خلني انا اجرب اشوف وامسك بريك على سرعه معينه، اشوف الاطار هذا مدى الالتماس له على الشارع ايش كثر، والله تلقاه يمكن هالكذا. ونصيحه اخيره لربعنا. والله انا اتمنى من الشباب انه يعني ودي يعني انا صراحه والله انه يكون في وعي وتفكير. انت تحب السياره، اقرا عن السياره هذه، خذ معلومات اكثر، تعرف شنو هذه، شلون استعمل هذه، كيف استخدم هذه، وين استخدم هذه. واشكركم صراحه، انتم قناه الرياض ما قصرتوا، نشاطكم واضح يعني في فتره بسيطه. مشاهدينا التاير بس مش زينه لسياراتكم، بعد هو استعمال. شوفوا انتم التواير كيف من داخل، من وش التركب، في معلومات عليها لازم تقرونها قبل لا تشترون التاير اللي انتم تبونه. خلونا اول شيء نشوف التواير من وش مركبه من داخل. مدير قص لي هذا من داخل. مدير هذا كلش بالون من داخل كذا؟ ايه هذا شو؟ خيوط ها؟ اه خيوط. وهذا سيم مال هذا كنوس، لازم يبي كنوس، ما يجي سيم تارد يجي هوا ركب وطيب برا يجي زين. نفر يسوي هوا 50 60 80 يسوي، في يجي مشكلة برا؟ يقولون هذا في 40 بعد زيادة ما يركب. ها؟ ما يركب. يجي زيادة شنو يصير؟ يجي مشكلة بس. شفتوا يا الربع؟ البالون ذا خيوط من داخل. واصلا هوا التاير 40، حده 40 ما تزيدونه. تاير اصلا حق رمله مكتوب عليه سان تاير. عندكم هذا الشاهين، شوفوه كيف من داخل. هذا الشاهين يا الربع تعرفونه. التاير تجيكم فيه مواصفات، له وزن معين وله حراره معينه وشيء اسمه تراكشن اللي هو الاحتكاك ماله. هذا اللي اول شيء تشوفونه قبل لا تشترون التاير. اول شيء عرفوا نوع التاير، عرفوا نوع الشركه، ادخلوا على الموقع وتشوفون مواصفات التاير نفسه، يقولون لكم حق وش مخصص. حتى التواير
لها أهمية، لازم تقرون مواصفاتها وتختارون التاير صح لسلامتكم. تختارون تاير غلط في النهاية النتيجة بتطيح عليكم أنتم مش على غيركم. من 8 سنين كنت ألعب كورة، كنت أشتغل في مصنع في مسعيد، أتريض مع الشباب في الجيم، كنت أسوي أكتيفيتي وايد، كنت أروح مع الشباب رحلات. إلى أن قلبت حياتي في 29/5/2004 انقلبت حياتي مع قلبة الموتى. راح أقول لكم أنا شلون صار الحادث. والله يعني مثلي مثل أي واحد، يوم كان يوم الخميس أعتقد، كنت أتمشى في السيتي مع الشباب، كان معي أخوي ورفيجي قاعد ورا، فكان يقول لي عبد الرحمن تكفى خلنا نروح ذاك الشارع اسمه الشارع الأصفر، كان معروف هاي في الدفنة حق السباقات وروح وردة، الشباب كله ويقعدون يتمهرون الشباب هناك والعالم تروح. رحت أنا والله الشارع، مع ردتي في الشارع أبي أرد أعود عشان أروح أوقف مع الشباب المتجمهرين في الشارع، ياني وقال لي إلى ياني موتر يبي سابق، قال لي يلا تكفى ويلا عبد الرحمن تكفى تكفى خلنا نجرب. هذا أنا والله يعني شطيت، يا ريال قاعد يشطني وذي ويلا ويلا، فقلت أخوي ها إيش رأيك؟ قال لي والله يلا على راحتك، والله ودعس ويا الموتر، والله لين أنا كان موتري على قوالين ورايح نكشتها، فلين والله وصلت تقريبا 180 وأنا متجد مع الموتر ثاني، جاي 3 مواتر من ورانا كامري وموستنجات، عاد الكامري كان متعدي من الباركينج، فالباركينج وقف عنده خلص عند الباركينج، جاي يضرب رصيف جاي يدعمني. يلف علي فلف علي، فأنا فتحت له يسار بقوة، فتفاجأت في موتر ثاني يمشي 70 أو 80 وأنا قاط 180، يعني يا أدعمه يا تفادى، فتفاديته بقوة، فمن سرعة اللفة شاح علي الموتر، راغ علي الموتر يسار، حاولت رجع يمين لين ثبت علي الموتر وراح يزحف صوب الرصيف، طار الموتر وانقلب من ثاني قلبه، لأن أنا ما كنت رابط الحزام ولا أحد من الشباب رابط الحزام، طرت أنا من الدريشة وصلت أعلى من الشبة اللي في الشارع. أنا والله أبي أتكلم أقول على الأهل والوالد شو كانوا ينصحوني، يقولوا لي لا تسرع ولا تسوي ولا، فأقول لهم يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، قضاء الله وقدره، لكن فعلا أنا كنت متسبب، لكن الوالدة كانت إحداي 24 ساعة تقرأ قرآن، ترقد تشغل المسجل قرآن، تقوم تمسك المصحف وتقرأ قرآن، كانت لا تأكل ولا تشرب، كانوا يأكلونها غصب يشربونها غصب أساس تعيش، قالت شلون ولدي ما يأكل ولا يشرب وأنا أكل وأشرب. فيا شباب لا تحطون أهلكم في هالموقف، والله أهلكم يحبونكم، أنت لما الحين يصير عليك حادث وتموت انت خلاص مت، ربك بيحاسبك، هلك يموتون قهر، يعني ما اقدر انا اوصف لكم شلون كانت نفسيه اخواني والوالده والوالد، يعني ما حد كان مقتنع ان عبد الرحمن راح يتم مشلول طول حياته، ولا تعرض حياتك للخطر وتعرض حياه غيرك يا اخي للخطر. ويعطيكم العافيه، والله يحفظنا ويحفظكم ان شاء الله يا رب العالمين. الموتر وسيلة يوصلنا ويجيبنا للمكان اللي احنا نبيه، لكن بعض الشباب حولوه الكفن وقبر متحرك وخلوه حتى عزة لأهلهم. كانت هذه حلقتنا عن التوعية، نشوفكم في حلقات جديدة.